الهدى وأصحابه من بهم يقتدى، وارض عنا معهم يا رب العرش العظيم. أخرج الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يظن بعض الناس أن كلمة كفاف هي الفقر، وليس كذلك. قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ورد في حديث آخر ثابت صحيح إن شاء الله أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، وفي لفظ قوتا. قلت إن بعض الناس يظن أن الكفاف هو الفقر، وليس كذلك، وإنما هو أن يأتيه ما يكفيه من الرزق، لا زيادة ولا نقص، بمعنى يحتاج شيئا يأكله ليسد الجوعة في النهار فيأتيه، يحتاج شيئا ليلبسه ليدفع عن نفسه الحر أو البرد فيأتي. هذا هو الكفاف، يعني أصول الحياة، ما يكفي لأن يكون الإنسان حيا، لا يحتاج أن يسأل الناس، يعني يشحد، ولا يحتاج أن يتذلل للناس. فالكفاف إذن بما أنه أصول حياة الإنسان، يعني أن يأتيه الأصول فقط وليس الرفاهية، فبما أنه بهذا المعنى يحسبه أكثر الناس حساب الفقر. يقول لك شو العيش هي؟ بس عم تجيني شيء أكل وأشرب، مالي مرتاح أنا. لماذا؟ لأنك لم تكمل لفظ الحديث الذي قلته آنفا. قد أفلح، سيدنا النبي يقول إن هذا الإنسان مفلح. مفلح، والفلاح أرقى من النجاح، وتمام الخير والتوفيق. قد أفلح من؟ شيئان، أوتي شيئين، من رزق كفافا، والثانية وقنعه الله بما آتاه. المشكلة دائما أن الناس ينظرون إلى من حولهم في القديم والحديث، فلان بنى القصور، فلان صار عنده كذا، وفي الحديث فلان صار عنده المراكب أي السيارات، وفلان صار عنده البنايات والعمائر، وفلان 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 في زواج ابنه وضع ودفع كذا وكذا. سبحان الله، سبحان الله. وفلان فقير وحافظ للقرآن ولا يسأل الناس شيئا. لا تريد أن تكون مثله؟ قال: أكون فقير؟ لا يا أخي، لا أريد. طيب هو فقير وفوق حافظ للقرآن ولا يطلب من أحد شيئا، وأنت لست بحافظ للقرآن ولست فقيرا وتسأل الناس إن استطعت، فما أنت؟ لماذا لا تقرن نفسك بأهل الخير، وتقرن نفسك يا أيها العاقل ويا أيها الإنسان بأهل المال فقط؟ لذا ورد أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أسفل منكم مو سفالي في المكان الاجتماعي أو كذا، لا لا، أسفل يعني أقل منكم في المال. انظروا لمن هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. فوقكم ليس أيضا بالمراتب والمناصب وما إلى ذلك، لا، يعني أغنى منكم. فإنه إذا نظرتم إلى من هو أدنى منكم، إلى من هو أسفل منكم، أجدر يعني أقرب ألا تزدروا، أي لا تحتقروا وتنتقصوا نعمة الله عليكم. لما أنظر أنا، والله ما يأتيني من مال، يعني الراتب مثلا كذا، طيب أليس هناك أناس يأتيهم من المال أقل منك؟ قال: في، والله أنا بيتي ليس واسعا، أليس هناك من الناس من بيته أضيق من بيتك؟ قال: نعم. والله أنا لم أرزق إلا ولدا ذكرا واحدا، يا ليت
كنت رزقت عددا من الذكور، أليس غيرك لا ليس عنده لا ذكور ولا إناث؟ قال نعم. لماذا لا تشتهي ولا تتمنى ولا تطلب إلا الزيادة في الدنيا، ولا تتمنى ولا تشتهي الزيادة في أمور الدين والخير والعمل الصالح؟ سبحان الله. لذلك نرى كثيرا من الناس متعبين مهمومين في حياتهم، لو قنعه الله بما آتاه كما جاء في الحديث لعاش مرتاحا، رزق تيجي والحمد لله على كل حال، يشعر كفى بالطمأنينة سعادة ليس كمثلها شيء. والله يا أيها الأحبة كفى بها سعادة ليس كمثلها شيء. انظر إلى عدد من أهل الأموال، مسلمهم وكافرهم، تراه دائما لاهثا وراء المال. الآن وسائل التواصل تنقل لنا أحداث فلان ما أدري مين، لا بأس أن أذكره من باب العبرة، يكتبون، أنا لا يعني ليس لي شأن بهذا، لكن نقرأ فنعتبر. إيلون ماسك، قال إيش هذا، من هذا شخص غربي، إيلون ماسك اشترى ما أدري الشركة الفلانية تويتر، غير ما ليست الغاية في ذكر الجزئيات، بكذا مليار من الدولارات، إيه، ولا يزال هو وأمثاله لاهثين خلف المال كأنهم كلاب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. معه ما لو طحنه واستفه لكفاه إلى أن يموت من الأموال، لو طحن الأموال واستف بلع بتكفيه إلى أن يموت، ولا يزال لاهثا من الصباح إلى المساء خلف المال. وهذا إنسان غير مسلم، في المسلمين أشباهه كثير كثير كثير، ولو استقرينا أمثلة لوجدنا أمرا عجبا، بل إن بعض الناس هداهم الله وأصلحهم وأصلحنا جميعا، تراه إذا جلست معه يشكو إليك فتظنه من أفقر الناس، ثم تكتشف بعد حين أنه أيضا يملك ما لو باعه، ما عدا مش هيقول لك بيته الساكنه بده يبيعه، لا لا، يملك ما عداه من الدور والدكاكين وغيرها ما لو باعه وأنفق منه كل يوم مئات من الألوف لكفاه إلى أن يموت، لكنه لا يزال يلهج بالشكوى، كل يوم بشتكي فلان شغلي غالي، علان شغلي غالي. صح، إذا كنت أنت ستشتكي فالفقير ماذا يصنع؟ إيش يصنع إذن؟ والعياذ بالله، معناها لو كفر الفقير يعني لا يعني قد نجد له عذرا والعياذ بالله تعالى. ما أجد قل من الناس من أسمعه إذا قلت له كيف، يقول الحمد لله، وتخرج من قلبه الحمد لله، أنا بنعمة وفضل من الله. قل نسمع من الأغنياء والفقراء. ليش يا أخي ليش؟ لماذا هذا قل؟ لأنه كما قلت لاهث وراء الدنيا. ورد أيضا في الدعاء النبوي الشريف في الحديث الذي أخرجه الطبراني والترمذي وغيره، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. دعوات طويلة من ضمن هذا اللفظ العجيب الجميل، لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. فمهموم كثير، أكثر الناس مهموم مهموم مهموم. ليش يا أخي؟ سبب، السبب تنظر إلى من هو أكثر منك. سيقول بعض الإخوة نحن في هذه الظروف كلنا مضررون، مضررون لا أقول، لكن المضرر الذي فقد بيته الذي لا يملك غيره، وفقد بعض أولاده من ذريته، وفقد عضوا من أعضائه، هذا تقرنه بأنت كان عندك 10 محلات ففقدت نصفها وبقي النصف، هذا مضرر كمثلك؟ أو الخمس بعرف بس في 5 تانيين، ما تنظر إلى هذا؟ اشتريت واستأجرت، بيتك الثاني ذهب وبيتك الأول موجود كمثال. انظر إلى من هو دونك في الدنيا حتى تعظم النعمة. أيضا جاء في الشمائل النبوية أنه كان صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت، يعني وإن كان حجمها صغيرا بمقاييس الدنيا، يعظم النعمة وإن دقت. هذا ماذا يكسب الإنسان؟ يكسب
كما قلت الراحة والسعادة، أي نعمة ولو بسيطة، ولو شربت ماء الحمد لله شيء كثير جيد، الحمد لله قدامنا المي وعم نشرب منها، هي تشعر حينها أنت بأنك راض عما قسمه الله لك. أما لازلت باحثا هكذا وهكذا. لما حكى الله تعالى لنا قصة قارون ذكر لنا فيها عبرا كثيرة، من ضمنها موضع شاهد فيما أتحدث عنه الآن، قال الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها، يا ما بدها تقول يا ليت، لا لا بدها تمد حتى تتأمل المعنى المشار إليه فيها. يا واحد عم تطلع روحه، وين السيارات؟ شفت المرسيدس اللي عنده موديل سنتة؟ لا دخيلك إذا موديل سنتة أبوسك، لا 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 جيب واحد الله يرضى عليك موديل سنتة. وأنت موديل شقد؟ كان واحد يقول لي أنا موديل كذا 1950 مثلا، أضحك سبحان الله. أقول لا تعبر عن نفسك بهذا الكلام، لا تعبر. الله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، ويقول على سبيل الدعابة على كل، وأنت ما شأنك؟ فليأتي بها في يومها وسنتها ولحظتها، ما يضيرك هذا؟ يسر الله تعالى لك وسيلة لتنتقل بها أيا كانت ولله الحمد. قرأت مرة قولا لبعض أهل العلم، وهو كلام جميل لطيف أيضا في صلب موضوعنا، قال ما يعني يناله الإنسان في عصرنا، الأناس العاديون الذين يعتبرون أنفسهم أناسا عاديين جدا، هذا ما كان يحلم به الملوك في العصر السابق. قال إيش هذا الكلام؟ من كان من الملوك عندهم مروحة مو مكيف قبل 100 سنة فقط وإلى سابق، مين كان عنده مروحة؟ مروحة مو مكيف، مروحة تدور بشكل منتظم تأتيه بهواء مقبول، مين؟ إيش كان في كهرباء أصلا؟ طيب وقس على ذلك أشياء كثيرة، فقط تذكر أنها من حوالي 100 سنة إلى الآن، من كان من الملوك عنده سيارة؟ أسوأ أن أردأ أنواع السيارات في الدنيا، من كان من الملوك عنده؟ عنده إيش؟ حصان؟ إيه حصان؟ سيركب على ظهره، يحتاج إلى من يصعده عليه ويضعون له ما يعني يجافي جلده عن ظهر الحصان اللي هو الحامل الذي هو الجليل وأمثاله، أشياء كثيرة جدا. والحصان يتعب وهو يرهق من هذا الصعود، سبحان الله. وإذا أراد أن يسافر، بالله عليك الآن الطائرة تنقلك إلى آخر الدنيا في سويعات، ذاك كان يسافر إذا سافر إلى مكان بعيد في أشهر، وهو ملك، ملك يملك من الأموال ما يعني يغني قبيلة بأكملها. فأنت يا أيها الإنسان في هذا الزمان عندك من النعم ما لا يملكه الملوك فيما سبق، لماذا لا تشكر؟ لماذا لا تعظم النعمة وإن دقت؟ لماذا لا تقنع بما آتاك الله تعالى وترضى بما قسم لك؟ هذا يا أيها الأحبة لا يعاكس الطموح. قال إيش؟ لا يعاكس الطموح، بمعنى إن كنت نشيطا وعندك همة لتعمل في الحلال ويرزقك الله هذا لا حرج فيه، لا يمنع الإسلام من العمل، تكون نشيط تنزل على الشغل تشتغل والله يرزقك لا حرج فيه، لكن ليست الغاية فقط زيادة الكسب الدنيوي، أن أشغل نفسي بما ينفعني لا بأس، منذ مدة تكلمت لا ينبغي للإنسان أن يبقى هكذا بلا عمل، لكن نفس العمل ليس من أجل تكديس المال كمثال أو زيادة الرفاهية أو كذا أو كذا، لأشغل وقتي فيما ينفع، فيما يعني ليس فيه غضب الله عز وجل. أما الطمأنينة والراحة فلا تتحقق إلا بالقناعة. قالوا قديما القناعة كنز لا يفنى، والله صحيح، والله صحيح، أخذوها كما قلت من هذا الحديث، وقنعه الله بما آتاه، يشعر الإنسان الحمد لله عندي طعام ليلتي، عندي طعام الغد أيضا، أنت ملك عندك طعام اليوم والغد، أنت ملك. ماذا يعني الملك؟ يعني أعظم الملوك عنده طعام وأنت عندك طعام. قال إيش يقارن طعامي بطعامه؟ طيب سبحان الله، ذاك طعامه أطيب طعما، لكن الغاية ما هي؟
سد الجوع، أسد جوعه وأنت لما أكلت لم تسد جوعك؟ قال سددته، إذا استويتما، وهو أعظم الملوك في الظاهر في الدنيا. سبحان الله. بالله عليك يا أخي المسلم، ذكر نفسك وذكر أهل بيتك ومن حولك ومن تلقاه بقضية دينية عظيمة هي محور حديثنا، الرضا والقناعة بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. اللهم ارزقنا الرضا والقناعة بما رزقتنا وآتيتنا، والحمد لله رب العالمين.